مستور. يا امي عرس سلطاننا معرس. يا امي مره ليمل ولا يئيس. واحنا مرايا واحده بكل ساعه نعلس. يوم نبوس واسبوع نغلس. سلطان خبرني سلطان خبرني يا مي عرس. عند الف وحده عند الف وحده كل وحده شكي. عالم دار دواخنا العالم دار. عالم دار دواخنا العالم دار. انتاني كل احنا وشغل ماكو. عالم دار دواخنا العالم دار. عبد الحي ومي ماتي ابو الغيرة. عالم دار دواخنا العالم دار. مهند عذبنا مهند. عالم دار دواخنا العالم دار. ويني والنسوان يعني ما ضل عقل عدي. عالم دار الدراما التركية. عالم دار دواخنا العالم دار. كوسوفي جمداري مسلسل خنف الشاري. كوسوفي جمداري مسلسل خنف الشاري. سلاح ما يخلص طلق عبالك يلعب تاري. سلاح ما يخلص طلق عبالك يلعب تاري. يا سايبة يا سايبة بيش الكروة. يا سايبة ما تخبلين صعدك وين تمشي عدل يا خايبة. حاليا أنا في أحد شوارع في تركيا. في أحد الشوارع في تركيا وأبحث عن تاكسي وراح أذبح نفسي لحد ما ألقى تاكسي. لا يوجد تاكسي. لا يوجد تاكسي. انت جبت التاه نزل الجو. حتى لو تنزل الجو ماكو تاكسي. زين نركب فورتات نركب باص. ما نركب باص الا تاكسي. الا تاكسي. هنا أنا مكان التاكسيات. انا ليش ما لقيت تاكسي هناك؟ لانه في تركيا اهل التاكسيات دائما يتجمعون في مكان واحد ولهم مكتب مرتب يدير شؤونهم. هذا الموضوع ليش صار؟ لسببين. اولا حتى نقلل من الازدحام، وهو هذا هدفنا من طرح هذا الموضوع، لان اهل التاكسيات هم عدد رقم بالشارع. يعني اذا اكو مثلا 1000 سياره خصوصي، خلينا نقول اكو 500 سياره تاكسي. لما ال1000 خصوصي ينزل من عندن 700 للشارع او 600، لان مو كل الناس تطلع بنفس الوقت، فراح تنزل وياهم اكيد 500 سياره تاكسي، لانه التاكسي كلهم ينزلون للشارع. قابلهم مشتري التاكسي غير عنده يشتغل. ف 500 تاكسي و600 700 خصوصا راح يصير ازدحام. لكن لما سياره التاكسي توقف وما تظل تفتر بالشوارع، همين ابو التاكسي ما يصرف فلوس، ما يصرف بنزين، وهمين نضمن انه التاكسي اللي يمشي بالشارع هو فقط اللي عنده كروه. واحنا راح نقول بهالحاله من ال 500 راح ننزل 250، لان اغلب التاكسيات اللي تفتر هي تاكسيات فارغه تدور على رزقها. بينما التاكسي اللي يفتر حاليا في شوارع تركيا هو التاكسي اللي عنده كروه فقط. هذا هو مكتبهم تشوفون. هذا هو مكتب التاكسي. هذا هو مكتب التاكسي. مهمه هذا المكان هو فقط انه يعني ينظم حركه التاكسيات. لو مثلا اذا انا بالبيت
واريد تاكسي يجيني اقدر اتصل على هذا المكتب واخذ تاكسي. عندهم رقم تليفون كل الاكشاك ذني؟ لا، المنطقه هنا يعني الموقف عنده رقم تليفون الناس اللي يسكنون اطراف هاي المنطقه يعرفون رقم التاكسي، يتصل عليه ينطيه العنوان يروح له ياخذه من بابه. ها زين، قل له كم تاكسي يوقف يم هذا المكان بالضبط؟ دير بدرك تكاش تاني تاكسي واحد دوكستان تسعة. زين، هو اكو عدد محدد محدديهم بيه لو العدد مفتوح؟ سيز من سنر لدنس بو سايي يوكسا بلديه بتون دوراكلاره durak durak belirli sayılarda taksi veriyor. Bizim durağımızda 9 tane taksi var. Dairet el murur min el belediye هي اللي تقرر كل منطقة كم تاكسي يتحمل. يعني اكو منطقة ممكن نشوف بها 15 ومنطقة ممكن نشوف بها 10. 10 او ممكن تشوف 3. 3 بس. كان هذا بلدية تبني بما أنه يأخذ منا كل سنة ضريبة، فتتولى البلدية الأمر هذا وتبني، وإحنا كل سنة ندفع ضريبتنا. يعني فقط الضريبة ما ينطي إيجار؟ ما ينطي إيجار. وغير هذا البلدية يراقبنا أن تكون سياراتنا كلها جديدة حديثة وما بيها عطلات، ما بيها عطل، وأي مخالفة يعني أي شكوى من المواطن عند البلدية يجازون به. زين، يعني مواطن يقدر يشتكي عليهم يم البلديه؟ طبعا. على العموم انا بس اريد اعرف شغله، هو مو سايق تاكسي، هو صاحب يعني هو المشرف على المكان. سيز برده تاكسي دراوند شوفير سينس؟ ايوه، هبس مال سايبه. كل السواقين هنا هم اصحاب التاكسيات الموجوده تشتغل. لا يعني هو من المشرف على المكان، هو مشرف على هذا المكان. يور بري يونيتي جولرك نصل يونتيجي باشكانمز وار. يقول احنا تسع اشخاص هذا ننتخب مسؤول عنه. يروح يتكلم ويا البلدية. يعني في الامور مدير لهذا؟ لا، هم ينتخبون من انفسهم رئيس، ولما يكون عندهم مشكلة يجتمعون التسعة ويقررون الاغلبية. شو يقررون على هذا الشكل؟ ديمقراطية، حتى سواق التاكسي عندهم ديمقراطية، هم ينتخبون بيناتهم. اكو تزوير بالانتخابات؟ لا ماكو تزوير. diyor ki endereniz seçtiğiniz bir karara böyle sahtekarlık falan oluyor mu? Yok yok. Şimdi bize sahtekarlık bizde olamaz çünkü şoförler cemiyeti var. Bizim bu aldığımız kararı o cemiyete bildiriyoruz. Amadım cemiyeti mal şoförler cemiyetine. يقول عندنا نقابة السواقين، فأي قرار نتخذها بالمنطقة عندنا لازم نبلغها بنقابة السواقين، ولازم يكون عندهم علم بهذا الشكل. في تركيا اكو نموذج للسوبر ماركت الشعبي التعاوني، خلينا نشوف تفاصيله. انا مواطن تركي، وبما انني مواطن تركي فانني امتلك حقوقا، وادع شوف اصحمو مسختها، بس هذا الموضوع يعني موضوع انساني بحت. هنا هذا السوبر ماركت اللي شفتوه اللي بيه مواد غذائيه وبيه ملابس وبيه كل التفاصيل، هذا السوبر ماركت المواطن التركي يقدر يجي يسجل بيه، يطوه هذا الكارت. هذا الكارت شوفوا، من راح نطوه هذا الكارت ايش راح يصير عنده؟ هذا الكارت ب 100 نقطه. 100 نقطه لها معادل بالليره، يعني 100 نقطه تساوي 200 ليره مثلا. راح يجي كل شهر الى 100 نقطه يشتري من هذا السوبر ماركت بال 100 نقطه مالته. احنا قلنا 200 ليره على سبيل المثال، انا ما اعرف الرقم الحقيقي طبعا. مثلا اخذ بنطلون سعره 8 نقاط بالليره، يعني يطلع 16 العفو، يطلع 4 نقاط 8 ليرات العفو، يطلع 4 نقاط. فيبدي يخصم من رصيده، كل ما يشتري شغله يخصم من رصيده، بس هو ما يدفع فلوس، كل شيء ما يدفع. هذا شوفون منانه يجي اي شيء يريد ياخذ، ملابس، يعني مطبخيات، اي تفاصيل اللي ياخذها، احذيه هنا همين اكو. وطبعا الملابس اللي موجوده بالماركت
هي ملابس جديده يعني مو لنقه مو باله، وماركات حلوه وفصال جدا جميل، باع كاحت حياته يعني مو عبالك انه الموضوع لانه مجاني هو بمشكله لا. هذا ضمن الدعم الحكومي للمواطن. واكو قضيه انه هذا السوبر ماركت اكو ناس يعني مثلا الهلال الاحمر التركي، البلديه لها دور، المحافظه لها دور، لكن من تاخذ الكيس بالاخير وتطلع او اي مكان بهذا السوبر ماركت ما بي لوجو ذني الاشياء، يعني حتى المواطن يظل محتفظ بكرامته، لانه مرات من ياخذ كيس عليه الهلال الاحمر ويمشي بالشارع عرفنا هذا الشخص ماخذ مساعدات، فهم يقول احنا ما نخلي اي لوجو هنا. وتقريبا بهذا السوبر ماركت، لان هذا في حي من الاحياء الموجوده في مدينه تركيا، في هذا الحي مشتركين 100 عائله بهذا السوبر ماركت. شلون المواطن ممكن يعرف ايش قد يصرف من الكارت؟ كله محطوط له بالعنوان، يعني هنا يقول لك هذه 3 كريدي، يعني ياخذ 3 نقاط، العفو 3 نقاط ياخذ المعجون، هنا هذه الشوربه تاخذ 1، هناك اذا شفنا تعال تعال تروح على الفاصوليه، تعال على الشعريه او التمن العفو ياخذ ايضا 1 كريدي. وانتبهنا انه في بعض المواد، تعال شوفها، بعض المواد 0، يعني هذا من ياخذه مجانا، هذا مجانا 0 كريدي، هذا 0 مثل ما قلنا. هذا هذا بسكت الاطفال هنا ايضا 0 كريدي، يعني هذا النسكافيه ايضا 0، ايضا 0، يعني هذني من ياخذن ذني مو بالحساب. شوفكم بحلقه جديده. دستور يا امي عرس سلطاننا معرس، يا امي يا مره ليمل ولا يئيس، واحنا مرأية واحدة بكل ساعة نعلس، يوم نبوس واسبوع نغلس، سلطان خبرني، سلطان خبرني يا مي عالم دار دواخنا العالم دار، عالم دار دواخنا العالم دار، انتاني كل احنا وشغل ماكو، عالم دار دواخنا العالم دار، ابدي الحي ومي ماتي ابو الغيرة، عالم دار دواخنا العالم دار، مهند عذبنا مهند، عالم دار دواخنا العالم دار، ويني والنسوان يعني ما ضل عقل عدي، عددنا الدراما التركية، عالم دار دواخنا العالم دار، كوسوفي جمداري، مسلسل خنفشاري، كوسوفي جمداري، مسلسل خنفشاري، سلاح ما يخلص طلق عبالك يلعب تاري، سلاح ما يخلص طلق عبالك يلعب تاري.